خليفة، اهلا بك معانا في اخبار اليوم. يعني احنا يعني سعداء جدا ان احنا معاكم النهارده في المنامه العاصمه البحرينيه، ورعايتكم الحمله توحشتونا، فكلمينا عن دور حضرتك في الحمله ورعايتك ليها. طبعا يسعدني ان انطلاق حمله وحشتونا وهي قافله تبدا من البحرين ان يكون لنا اهتمام بنقل شعور شعب البحرين لعقد أو انعقاد مؤتمر يكون في القاهرة لتعزيز السياحة بين البلدين إن شاء الله. رعايتكم هل هتكون دعوة برضو لشعوبكم إن هي تزور مصر؟ طبعا هذه بدون دعوة، في جميع المناسبات شعور الإنسان البحريني إن بلد قريبة من القلب، قريبة جغرافيا، يجعلها متاحة للوصول لها وقريبة، والزيارة ما انقطعت أبدا. لو كلمنا عن زيارات حضرتك أنت شخصيا لمصر وأصدقائك في مصر، يعني لو تحكي لنا عن ذكريات بعض ذكرياتك في مصر يا ريتك. والله ما فعلا أصحاب وحشوني. عندي صاحبتي زيزة صبري لبيب، من يوم عمري 9 سنين ما انقطعت علاقتي ولا صداقتي معها، مع أهلها، مع أولادها، حضرت عرس ابنها في القاهرة. جميع أصحابي عزيزين علي. دكتور وجدان اشتغل بالبحرين وما زالت المراسلات بهذه الوسائل السريعة على طول بيننا تواصل. الشعور عندي لما أروح القاهرة يذكرني بطفولتي، لأن من يوم صغيرة جدتي الله يرحمها كانت تعيش هناك، درست جميع خوالي في القاهرة، تخرجوا من القاهرة، فمن يوم عمري 7-9 سنين وأنا أتردد على القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، كل الأماكن. يعني في ذكريات جميلة لحضرتك في القاهرة، وحضرتك بما أن حضرتك رئيسة شرفية لنادي سيدات الأعمال في مصر، هل هيبقى في تعاون ما بين نوادي برضو مشابهة في مصر لسيدات الأعمال لتطوير العلاقات الاقتصادية؟ فعلا في أبريل من السنة الماضية شاركنا في دعوة لمؤتمر نظمه نادي BPW في مصر، اللي هو نادي صاحبات الأعمال والمهن المصري. السنة أيضا هناك دعوة في شهر أبريل، وأحاول إن شاء الله أكون معاهم ما أتغيب. جميع العضوات مهتمين أن يتواجدون في هذه الفعاليات لأنها تقوي التعاون وتبادل الأفكار، بما يعيد على النادي بالخير والنفع للجميع. حضرتك عضو برضو أو دخلت انتخابات نادي التجارة الصناعي، اتحاد التجارة الصناعي، والمرأة البحرينية بجد بتثبت نفسها في كسيدة أعمال وشريكة للرجل البحريني، سواء في التجارة أو الصناعة أو في إدارة البحرين. كلمينا يعني عن تجربتك الشخصية هنا، وإزاي ننقل التجربة دي لمصر، لسيدات مصر. هل هم فعلا خدوا حقهم في المجال الصناعي والتجاري في مصر؟ طبعا المكتسبات كثيرة في البحرين وفي مصر، مكتسبات الحقوق السياسية، الحرية في ممارسة أعمال التجارة، توفير رأس المال، أهم شيء سند الرجل. يعني من غير ما يكون الأخ أو الابن أو الزوج مقتنع بقدرات المرأة فهي صعب عليها تأخذ أي خطوة، لكن بأسلوب بسيط تقنعهم، ما يحتاج يعني شغل كثير.
يعني الراجل العربي بيسمع كلام المرأة العربية وعارف قدراتها كويس. هي بأسلوبها تقدر تقنعه، هذه الوسيلة اللي تحقق جميع طموحاتها. بأي ثورة داخلية ما ممكن، ولكن بالإقناع، أسلوب الإقناع. السيدة الست العربية تقدر تاخد حقها كويس جدا من الرجل العربي بالإقناع، فعلا ما عندها مشكلة. لو حاولت أي طريق في نوع من التمرد أو الثورة، أنا ما أعتقد تحقق أي نتيجة، ولكن الحوار، الإقناع، أي احترام رأي بيعطيها نتيجة أفضل. سيادتك واسمه الشيخ والدتك كانت رئيسة جمعية الأمم والطفولة هنا في البحرين، وحققت طفرة في الطفل البحريني وفي رعايته وفي رعاية الأم البحرينية. احكي لنا عن التجربة ديت وازاي قدرتوا تنهضوا بالأم البحرينية. البداية كانت جانب الرعاية، تقديم التثقيف الصحي للأم، الرعاية بالحديثي الولادة، لأن كان في فترة بس يروحون الأطفال بالبيت يصير عندهم وفيات، وهذه الفترة أثرت في والدتي ورفيقاتها في الدرب اللي أسسوا الجمعية، فقاموا بهذه الزيارات وفعلا أتت بنتيجة، لأن المستشفى بدأ يعرف أنه المشاكل في التغذية في الرعاية الصحية. وبعد شوي كونوا هذه الجمعية وحصلوا على الإشهار، وأصبح عملهم يتركز على صيانة هذه الأمومة، ففتحوا رياض الأطفال ودور الحضانة، وما زالت هذه المؤسسات يعني تقدم برامج قوية وتوعوية للأهالي في نفس الوقت. وبعد افتحوا مؤسسة معهد الأمل التربية الخاصة ويشرف على ذوي الاحتياجات الخاصة. بعدين أنشأنا مركز معلومات المرأة والطفل ومكتبة للطفل، وكثير من البرامج والمشاريع ما زالت قائمة. بالتوفيق إن شاء الله يا شيخة، ويعني نتمنى أن احنا نقابل حضرتك تاني إن شاء الله في مصر هالمرة، وسلام خاص لأصحابي في مصر. شكرا. الله يسلمك.